السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس فجع بخبر وفاة الشيخ عبد الله كامل، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه، وأن يعني يجعل هذه الميتة حسن خاتمة، وأن يرفع قدره في عليين. وكتير من الناس بيسأل عن سبب وفاته، واحد دفن فين. ولكن يعني من الحاجات اللي اشتهر بيها الشيخ عبد الله كامل، هو طبعا كان كفيف، والناس الكفيفة المقرأة للقرآن بتلحظ فيهم الخشوع والإخلاص. سبحان الله، هو أصل هو مش شايف حد يتملقه مثلا، او شاف جمهور، او حس ان وراه قد ايه، والامور دي كلها. فالشيخ عبد الله كامل من الحاجات اللي اشتهر بيها القصيده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: هل حقا تشتاق اليه؟ ترجو ان تسقى بيديه؟ ارغم انف الظلم وقلها: هل صليت اليوم عليه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نسأل الله أن يجعل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءته للقرآن. وكتير جدا من المقاطع القرآنية انتشرت بشكل سريع جدا، وناس كتير جدا تأثرت بيه وبكائه. تعرف لما تشوف واحد كفيف يبكي، هو بيبكي خشوعا قولا واحدا، ما فيهاش بقى ايه ان هو ممكن يكون بيتملق او لا. هي ان شاء الله نسأل الله عز وجل، ونشهد الله ان احنا كنا نحسبه من المخلصين. والميتة هو مات بكامل صحته، يعني التقارير بتقول ان هي سكتة قلبية، والسكتة القلبية ميتة سهلة، يعني واحد في لحظة كده لا تعب ولا تقل بحد، ولا هو كده خلص صلاة الظهر زي ما بقاله، وقعد الصديق بيقومه، وجدوا انه توفاه الله، وقالوا اسرته اعلنت ان هو هيدفن في نيوجيرسي في امريكا في مكان وفاته. وسبحان الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإمام ابن تيمية كلمة مقولة جميلة جدا، قال: جرت عادة الكريم الله سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاللي كان عايش بيقرأ القرآن وفي المساجد وبيذكر الله عز وجل، ويسافر بيصلي بأناس في دولة أخرى ويدعو إلى الله عز وجل، سبحان الله، مات على هذه الميتة. وأعتقد أنه مات ميتة يحبها، وإحنا نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. كتير من الناس اللي بيحبوا القرآن وبيحبوا يستمتعوا بالقرآن تأثروا بهذا الأمر تأثر كبير جدا، ولكن ندعو له، ويمكن ملايين من العالم الإسلامي هيدعوا له. ودي من يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون هم شهداء الله عز وجل في الأرض، فإن شهدوا لعبد بالصلاح قال الله: سأقبل شهادتكم فيه وأغفر له ما لا تعلمون. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا، وأن يتقبل الشيخ عبد الله في الصالحين، وأن يرفع درجته في الجنة، ونشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني نسألكم الدعاء كثيرا له بالمغفرة والرحمة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.